شباب اللي ما اخذ لحد الحين اغراض العيد من المصر والكمه والعطور والبوكسات فاقول لك محظوظ. ليش محظوظ؟ تابعني. بيت الرجل اللي بيع المصار والكميم والعطور والهدايا اول ما توصل لولو عبري من جهه الدوار على طول تعال عند هالشباب هذوله. ايش ما باغي من المصرات موجوده، بغيت البشميني اكثر من نوع عندهم موجود، بغيت السوبر تورما موجود عندهم، وعندك السوبر تورما الملون عشاق الملون، وعندكم اللي هو النص تورما موجود عندهم. يا سلام وش هالاشكال العلوه الجميله الذوق. وايضا عندهم مصرات الاطفال، ايش ما بغيت من مصر موجود، اكثر من نوع واكثر من شكل، ودلع نفسك في العيد يا حبيبي. احببناكم فهديناكم. يا سلام شوفوا الاشياء الحلوه والهدايا والبوكسات الحلوه في بيت الرجل. جماعه الخير الاسعار ما تتفوت، تخيل هالبوكس هذا اللي فيه نص تورما وفيها العصا هذه الفضيه وعندك العطر كان سعره ب59 ريال وحاليا ب39 ريال، فما بالك بالبوكسات الصغار اسعارهن الحلوه. هذا حلو مش بس للرجل، للمراه. حبيت تهدي زوجك اخوك، وايضا الرجل يهدي اخوانه واصدقائه. الحلو انك تقدر تغير العباره وتخليها باسم الشخص اللي راح تهديه، او انك تجيب صورته ويخلوها هنا ويا حالات هديه مع الاسم ومع الصوره. في بوكسات فيهن الساعه والبخور والعطر، بوكسات بالعطور والبخور، عندك الكمه، عندك المسار، انت ايش ما باغي بيخلوا لك. ففرصه عزيز الرجل، عزيزتي المراه، اذا بغيت تهدى ما عندك غير بيت الرجل، وتعال واستفيد باسعارهم الحلوه مع هالبوكسات. إذا تدور على الكميم الخياطة اليد أقول لك في بيت الرجل في لولو عبري، تعال أبوي طيران. بغيت الدرجة الأولى موجود، بغيت الدرجة الثالثة موجودة، أشكال وأنواع والمقاسات كلها موجودة، وطبعا عندهم أسعار حلوة بخبركم عنها. عندهم هالنوعيات وعندهم هالنوعيات، وعندهم بعد للأطفال ومسوي لهن عرض بسعر ريالين فقط يا حريم ورجال. ها شباب إذا بغيتوا السعر الغاوي في خياطة اليد عندكم هالنوعيات هذولة، تخيلوا السعر بكم؟ بقيمة 10 ريال بس. هل هالأشياء الحلوة ب10 ريال؟ أقول لك شيل لك 5 ب50 وفرصة. صنع ايديهم وحياة عينيهم، طبعا هذه عطور بيت الرجل مثل ما خبرتكم موقعهم في اللولو، هالعطور صناعتهم ومصنعهم في نزوة، وعندهم هالنوعيات من البخور المعطر، انا احبيتهم كلهم، لكن امانة اشوف بيت الرجل والاشادة من احلى البخور عندهم. عندهم عروض وعندهم اسعار زينة، وخلونا نشوفهم. تابع عندكم هالنوعية اللي هي 100 ملي، لو اشتريتها بيعطوك الجماعة هدية لعيونك 30 ملي، يا حلا أسعار. وهالعطرين هذول الخضرنجي هذول لو خضيتهم بيعطوك اللي هو فئة ال15 ريال، هذه هدية لعيونكم سواء الرجل أو المرأة، تعالوا لا تفوتوا فرصة العيد. أمانة لا تفوتوا مستر عود، عطر رهيب، عود حلو، وطبعا هذا فئة ال20 ريال، لو خضيته بنقول لك هذا حلك لعيونك هدية. عطرين بيصيروا بكم؟ ب20 ريال فقط. تخيل انك تاخذ لك هالعطر اللي قيمته ب40 ريال ونعطيك هدية عطر بقيمة 40 ريال، يعني 80 ريال يصيروا 40 في حالة خضيت عطر من عندهم. يا سلام هالبوكس الجميل من بيت الرجل، تخيل انه العطر زايد الدهن ب6 ريال وتهدى من تحب او انك تستخدمه. لا تفوت. حتى في شاشة التلفون اخواننا في البلديات الله يخليكم دوروا لنا حل هسالفة الذباب والبعوض، لان الامور زادت عن حدها، ما مقصرين جزاكم الله خير، لكن في هالسالفة تحركوا. الذباب والبعوض عاملات سالفة في البيت، في الدوام، في السيارة، وين نطير؟ ذباب بعوض، ذباب بعوض، أمراض، إزعاج. ترى في النهاية يتأثر حتى وزارة الصحة، لأنه في النهاية ذي أمراض أطفال أبطونهم. الله يخليكم تحركوا في ذا الموضوع، الذباب والبعوض عم باكر ما تحصلونه، شلاتنا البر أرض جو. الله يخليكم دوروا لنا حل في سالفة البعوض والذباب. أول تخطف الإكمال اللي ترش وكانت الأمور طيبة، دوروا لنا حل.